افتحها يا لبنى مطار. أنا آسف. على فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف أنت جاية منين ووراك إيه. لا مش هتمشي، خليكي، أنا هدور لك على عمك ده تاني بجد. ست بقضي مصلحة هخلصها واجيلك. سلام. ايه يا كبير؟ الواد قاعد بقاله نص ساعة جوه. ايه؟ هو بيخترع ذرة ولا ايه؟ انزل بص عليه يا كابيلو. الواد ده انا مش مرتاح له من ساعة ما شفته. يا كبير، الواد دورت عليه جوه ما لقيتلوش اي اثر، ولقيت العماره ليها باب تاني. يعني الواد ده خلع مني؟ اركب. كلمتي؟ قريب. طب قولي اسمك. انت اسمك ايه؟ قولي قولي. لبنى. يا حاج شاهين اصحي يا مها. قومي يا مها، لبنى اتكلمت. انا حلمت انه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وانقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره، وبعدين انا قمت من النوم مفزوعه. طب قوليلي، كان في دم في الحلم؟ مش فاكره. دم انت يا رهرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. الف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله انا فرحانه ان ربنا استجاب لدعائي. شوفي انت بقالك اهو شهر ويمكن اكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاه صليتها الا لما بدعي لك ان ربنا يشفيكي. انا هقوم بقى اصلي ركعتين شكر لله وادعي ان ربنا يتمم شفاكي. يا ستي ما جوزك من ساعه ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي لها. استني بس، بصي بقى واحدة واحدة كده
احكي لنا انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام منك. انا ابويا الله يرحمه كان مدرس انجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. ايوه انا هفتح الباب خليك. يا غنوة يا حياتي، غنوة يا روح قلبي. ايوه فضلتي حياتي. ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام؟ خير خير. يا اختي معامله كشاف الكهرباء دي، مفيش. اتفضل يا فاضل. نشرب قهوه، نشرب شاي، نعمل. سوري. اتفضل يا فاضل. بس اصل انا كنت لسه لابسه وخارجه، بس عادي بقى، انت مش غريب، اتفضل. لا اقول لك على حاجه، عشان انا راجل كده وجاي لوحدي، وانت ست لوحديكي ساكنه في الشقه الطويله العريضه دي، فبلاش، لحسن الناس يتكلموا علينا. ازيك؟ عامله ايه؟ كويس. كنت عايز اسالك على حاجه. انت تعرفي ابو هناء؟ طبعا. ماله؟ ابو هناء ده صاحبي الروح بالروح، حبيب قلبي، بموت فيه كده لما يتنرفز كده ويبقى جامد الجامد. اتصل بيا النهارده طالب مني معروف. وانا مالي؟ لا مالك، مالك يا حبيبتي، قوي مالك، قوي كمان. ابو هناء ده اصله امره يهمني قوي 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 قوي. وبعدين هو مش طالب منك انت حاجه، هو طالب بس كل اللي عايز يعرفه، عايز يعرف مكان فيتون فين. فيتون ايه وزفت ايه يا فاضل؟ هو انت مش عارف ان انا خلاص قطعت علاقتي بيها؟ مش هي دي اللي جرجرتني على الاقسام وبهدلتني وجابت لي البوليس لحد البيت؟ فاضل، هو انت مش في يوم جيت لي لحد هنا وطلبت مني اخدك ونروح لها وانا اللي رفضت؟ يا اختي حصل. امال بتسالني عنها ليه؟ بقولك ايه، هي الزفته دي عملت ايه؟ لا ما عملتش، لا سمح الله، هي ما عملتش حاجه، بس اصل يعني حوار كده، جوز اختها اسمه راشد قتل واحد من رجاله ابو هناء، حاجه كده، كلهم رجاله في رجاله في بعضيهم، خناشير كده، وجو ملزق، انا ما بحبوش، عشان كده يا اختي جات لك. فضلتي حياتي، احنا اصحاب، بلاش نلف وندور على بعض. من الاخر كده، انت عارف ان الاشكال دي لو مامي وبابي كانوا عايشين ما كانتش هتقدر تعتب هنا، وانا اللي غلطت اني عرفت الاشكال دي. يا اختي عارف طبعا، مامي هي دي ايام تتنسي؟ طب يا فاضل، الشقه عندك، دور فيها ولقيت فتون تبقى خدها يا اخويا في ايدك وانت نازل. يا حبيبتي لا، مش للدرجه دي، ما تاخدنيش قوي كده في الاجريشن، مش للدرجه دي يا حياتي. انا بس كل اللي كنت عايزه اقوله لك انك يعني لو اتكعبلتي فيها في حته، اتخبطتي فيها في اي حته بتاع، تبلغيها ان انا عايزها ضروري، وتقولي لها كمان ان انا هخرجها من كل الحوارات دي، حتى الحوار الرفيع بتاع ابو هناء ده هخرجها منه كله. بدل ما تخرجها هي، اولى تخرجني انا، لان انا اللي صاحبتك ودماغي وجعتني من القرف ده. لما تشوف فتون تبقى اقول لها ان انا بقول لها كان يوم اسود يوم ما شفت وشك ومش عايزه اعرفها تاني. فهمني يا فاضل؟ يا اختي ايه الاجريشن ده؟ خلاص بقى، الراجل طلب مننا معروف واحنا هنقدمه له. هبقى اكلمك. باي باي. كده يا غنوة؟ كده يعني بتقولي له خش فتش؟ يعني لما يفتش ويلاقيني وياخدني يعني يرضيكي؟ ده فاضل يفتون. خشي يا اختي.
يا ريت ابويا كان لسه عايش، حاجات كتير كانت هتتغير. انت عارف لو عرفتني وسط اهلي كان ممكن. ممكن ايه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن ارفضك مثلا. بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتي لي من تحت الارض، بقالي شهرين ما ورايش غيرك. هو انا مضايقاك قوي كده؟ انت فاهمه انا قصدي ايه؟ لا مش فاهمه. انا بقيت مركز معاكي في كل حاجه، عايز اعرف كل التفاصيل عنك، الحلوه قبل الوحش. الدنيا دي غريبه جدا. انا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن ايه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانية ويمكن أحسن مننا كمان، أو كنت شفت شر كان هيأذيني. أنا عارفة إن أنا مش هقعد معاكوا هنا كتير. أنت عايزة تمشي؟ لا أنا عايزة أفضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو أنت ليه عملتني كده أول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي أنا فيه دلوقت. اللي هو إيه؟ لبنى يلا انزلي، عايزين يلا جايين. انا هنزل تحت. ابو سمرة انا ايه بس عديلي كده. انا ايه، انا جيت صدفة على المراش. صدفة صدفة، هنشوف احنا الصدفة الحلوة دي، هنشوف. عم راشد انا ما عملتش حاجة. عم راشد ما انا عارف، انا امي هي اللي عملت اصلا. انا جيت بالصدفة عم راشد، ما انت عارف. ايه انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مفيش، انا كنت جاي لك عند غنوة لقيت الباشا قاب بالصدفة. بالصدفة؟ لا يا اخويا مش بالصدفة. ابو هناء بعته يرقد لي تحت بيت غنوة، لكن انا بقالي ساعة بلففه على كعوب رجلي. طب ما تنتع كده وتقول لنا ايه العبارة بقى. انا عم راشد، انا بنفذ كلام المعلم عم راشد، ما انت عارف. شفت اهو. طيب تاخد بعضك بقى وتمشي، ما تبصش وراك، وتقول لأبو هناء المعلم راشد بيسلم عليك. تمام؟ أوامر يا عم راشد. تيه أوامر. تيه أوامر. غور في ده يا يالا. تعال سيب إيدي. الله يا ولية، تعال في إيه يا راجل؟ بقولك سيب إيدي في إيه. الله، لا يا حبيبي، الغلط أوله من عندك. شايلت مراتي شغل وأنا قايل لك إنها في حماك، وراشد راشد كان لازم يهرب. يعني أنت وابن عمك أكلتوها لي يا علي يا غور؟ لا يا ولسي، لا يا أنس، ما تقولش كده. ماشي يا علي يا رب، أنا هعمل الأصول وهديك ثلاث أيام. أنا عارف إن هم هيكلموك. لو اللي ليا ما رجعليش يا علي يا روحي، هيبقى ابن عمك ومراتك واللي يشدد لهم في ذمة ربنا. أنت لو كنت عارف تجيبهم كنت هتكلمني. الخط قطع. متشكرين يا عم. أي خدمة علي، ولما اتكلم تاني هبجيب لك التليفون. مش هيتكلم تاني. غور على امك انت وهي. Thank you.
يا عمنا حبيبنا. ايه يا عم خضتني فين؟ الحساب بس عشان بنقفل ورديه. كام؟ 36 جنيه. ايه يا عم ده 2 شاي و2 قهوه وعصير. ما هو 2 شاي و2 قهوه هنا وعصير ب 36 جنيه. ايه؟ نقوم نمشي هتقفلوا ولا ايه؟ يقفلوا ايه احنا العصر؟ احنا هنا شغل 24 ساعة، أنا بس يعني بحاسبك عشان خاطر الشفت الجديد. وبعدين بقى في الغلط ده يعني ايه يعني؟ شفت حضرتك أنا شفت اللي هي وردية وردية. طب يا أخويا صحيني الشيبس اللي ده. هات 4 جنيه. 4 جنيه؟ حاضر. بكره الصبح ان شاء الله في 2 موظفين عندهم على الورق، بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم خدمه الناس. ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهاده ميلاد وبطاقه عادي؟ اصلها ساقطه قيد. هنخلص 10 وننزل على طول. لا على طول ايه؟ انت هتستنيني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شويه حاجات. لكن العجيبة بقى إن الأستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب أولاً بقى أنا مش نازل معاكي. أنا نازل أشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. إيه ده أنت شرق؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها. بلا خيبة. سامعة؟ قولي لها. أختك وتهزر معاك. أختي قولي لها حاجة. أنا أحسن. يا خلاص كلت. حصلني عشان عايزك. خير يا حاج؟ لاحظ حاجة غريبة يا طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش إنك تفكر. استنى بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة وإحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. بالصلاة على النبي يا استاذنا، الايجار المفروش ده ليه شروط، وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحده ست. ايوه ما انا مش هبقى معاها برضه قوي يا عمنا. راشد ده يبقى ابن عم جوزي، يعني زي اخويا بالظبط، هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني. ما يضرش، بس صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مهنه السمسره دي اهم حاجه فيها السمعه، وانا راجل سمعتي زي البرلاند، والناس مالهاش غير في بورق. اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض. يبقوا حاجه من الاثنين، يا اخوات يا متجوزين. متجوزين رسمي زي الفل، متجوزين عرفي ما يضرش، من غير ورق ما عنديش شقه مفروشه. طب والله يلا نبيل لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاك حق. وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. ايه؟
بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني؟ انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان، ولو فضلتي متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى؟ مفيش حاجه يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباوه هتشوفي. وكمان هتتغبى. انا خايفه، خايفه اللي اعمل لكم مشكله كبيره في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقه دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقول لك انا هتجوزك، تقولي لي بيت ومشكله؟ يلا يا ماما، يلا يلا. وابوك؟ ابوك مش هيوافق. مش من حق، بقول لك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا. دول 50 جرام. هات يا عم. في ايه يعني 9000 جنيه؟ 9000 جنيه؟ لا احنا مش معانا المبلغ ده. لا ما انا عامل عليهم اوفر. اوفر؟ اوفر عامل عليهم عرض يعني يا راشد. ب 6000. ب 6000؟ طب راشد احنا ممكن ناخد نصه؟ لا ما ينفعش، هو الاوفر عليه كله. طب معاك كام؟ انا مش معايا غير 2000. وانا معايا 1200، يبقى كده الحساب 3200 اللي معانا. بص يا راشد احنا ممكن نديك المبلغ ده ويومين ثلاثة بالكتير قوي، ونديك بقية المبلغ. ماشي يا باشا، انتوا حبايب، انا عينيا ليكوا. اوكي تمام. انت كويس يا راشد؟ ها؟ سلام يا راشد. سلام. تمام. طيب سلام. سلام. بتجارة ايه؟ والله ما ينفع اللي انت عامله في نفسك ده يا اسطى. قوم احلق دقنك. بتحايل عليه بقالي يومين. قول له يا عبد العزيز يمكن نسمع كلامك. الحاج عامل ايه يا صلاح؟ الحمد لله في خير، بقيت احسن شويه. بس انا بقى زعلان منك. عامل زعلان وسالتش عليها قد لك يومين. حاجة علي. بقول لك ايه يا اسطى، وانت دفعت القسط الاخير بتاع العربيه؟ منين بقى؟ طب هتعمل ايه؟ هبيع التاكسي القديم. لا ما تبيعش حاجه، ربك هيدبرها باذن الله. هبيعه يا صلاح، ما عنديش حل تاني. طب لما اخذ في السؤال بقى، انا هنزل في الورديه الجديده؟ بتستنى لما ندفع القسط ونخلص من القصه دي ونتنيل يا عبد العزيز، نشوف بعد كده هنعمل ايه. هو ده وقته؟ ربنا يلطف بيك يا اخويا، ربنا يلطف بيك. مصيبه كبيره ما كناش عاملين حسابها. منك لله يا بعيده، منك لله. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. يا ساتر، فيه كده في الدنيا بعد العمر ده كله والشيء بدهي كل ده يحصل لنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. تعملي ايه يا مجنونه انت؟ فين الشباك هتفضحينا؟ اتخنقت. شوف انا قاعده هنا بقالي قد ايه، عايزه اشم شويه هوا. طب اقعدي شويه. ما تشمي هوا هنا احسن ما تشمي هوا في القسم. ما انت عارفه الحكومه وانسى قلبين الدنيا عليا، ده غير البلاوي، تعدد زيجات وزنا محارم. زنا محارم ده ايه؟ انت صدقت نفسك؟ ده هما ورقتين عرفي مضروبين، انت هتوديني في نصيبه. احنا ناقصين مصايب، مش كفايه البلاوي اللي احنا فيها، ده انا هربان من اعداء. وانا مالي يا اخوي؟ وانا كنت قتلت؟ ما هي غلطتي. وانتي؟ وانتي هربانه 3 كيلو بودره. خلاص بقى، تخلي كل واحد في غلبه. كمل يا اخويا كمل. وانا جوزي في السجن، وانت مراتك طفشت منك. مراتك اللي هي تبقى اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، اللي انا عارفه هي بتاكل ايه
ولا بتشرب ايه ولا عايشه ازاي يا قلبي. على فكره بقى انا مش انانيه، اهو النعمه انا الدنيا هي اللي ملطشه معايا، بتوقعني في الطبات رايحه جايه مش عارفه هتخلص على ايه. هتخلص هتخلص والله، هتبقى زي الفل، احنا نبيع الحاجه ونقفش الفلوس ونبقى في السليم، بس لحد ما ده يحصل نبقى بين الاربع حيطان. طب خلاص يا اخويا بيعهم كلهم على بعض. ما ينفعش، ساعتها انسى هيسم خبر، لازم يتباعوا كده قطاعي. وانتي بقى عاملين لنا كوبايتين شاي قبل ما نظبطك جوب عظيم. هو انت فاكر اني مراتك بجد؟ نيله دي روح اتنيل اعمل الشاي انت. ماشي هتنيل انا اعمل الشاي وانت تنيلي اعمل لنا الجوب. اما اكل السندوتش الاول. اما اكل السندوتش الاول. الو الو، ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه، وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا عم شاهين لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا حبيبي. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس انك جاوب. انا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لبنى يا لبنى، لبنى لما حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع. انا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بل عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجرها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاها، أنا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير. اللي قلته اتنفذوا من سكاس. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اصلا طارق بس مش هسيبه ده مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. ده ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟ تلم حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر
اللي حضرتك تأمر بيه، بس أنا عايزك تسمعني. لو مش هسمع، أنا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل إنك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس أنا مش عايزة من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه، أنا همشي ومش هتشوفني تاني. إيه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بلا عندنا أكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الأوراق، عايزة مننا إيه تاني؟ أنا والله ما كنت أقصد ولا كنت أعرف إني هحبه. أنا آسفة. لا يا لبنى أنت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين أنا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفة رايحة فين. يا ستي هأجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوة كتير كلكم، أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، أنا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، اللي قلته اتنفذوا من سكات. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاثنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟ وانتوا رايحين تقعدوا هنا قد ايه؟ دايوز. طب بقول لك ايه، ما تيجي نزود يوم كمان ونبات بالمره. نبات اوكي، بس هسال سول اول لو وافقت. بيس ايه اللي هسال سول؟ كل حاجه هنسال ماما، هنسال ماما، ما بناخدش القرار من دماغنا ابدا. ده عادي لازم اسال ماما لان الفلوس دي بتاعتها. طيب انا بقول لكم ايه، انا عملت دماغ في المصحه انا ما عملتهاش بره قبل كده. الراجل ده الاستفاض بتاعته اولويز اون فاير. النضاره فيها حاجه ولا ايه؟ هلا يا منظر ولا يا باشا؟ اوكي ما تغلاش عليك يا راس حبيبي يا باشا. بقول لك احنا كده بقالنا 3 شهور بناخد منك صح؟ بس بصراحه الحاجه اللي معايا كتير. بقول لكم ايه؟ بما ان الحاجه بقى بتعمل لكم دماغ وحلوه كده، انا ليه عندكم خدمه صغيره؟ خدمه؟ 5-6 تليفونات لاصحاب كل اللي يوم في الحلوه كده يعني، ظبطوني يعني. ايه ده يا راشد؟ انت عبيط ولا ايه؟ ليه يا باشا بس؟ لا صح، انت شكلك عبيط عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلرز. لا يا باشا كريم والله. احنا جايين نقضي ديوز مش عايزين نكد. انا اسف يا باشا والله ما اقصد ابوظ الديوز. ما ضيق يو، انا ماشي يا جماعه، انا ماشي خلاص. كريم اقعد، ايه التمثيل بقى ده؟ ايه يا جماعه انت هو يا جماعه اشتغل ديلر اكيد يعني معلش. ما هو ما يقصدش الكلام اللي جه في دماغك يعني كريم. خلاص يا راشد اللي انت عايزه هعمله لكم من النهارده كمان. اهدى بقى. انا اسف والله يا كريم باشا، حقك عليا مساحه معلش. اوكي تمام، انا مش هعمل كده. خلاص يا كريم. طيب خلاص خلاص نبقى. anyway يا راشد you are not important at all. والله حاسس كلام صح يعني. هات النضاره دي كده. خلاص بقى يا كريم بقى. تقلل شويه بس عشان الخشب ينعم معاه، وشاهل شويه عشان لسه في حتتين قدامنا عايزين نلحق نخلصهم النهارده. الله ينور يا استاذ.
تيجي تقعد معانا شويه اعرفك على صاحبتي يا جمال. ومال روان راشد؟ اهلا اهلا. وانت منين بقى؟ انا من كل حته. بما ان انك بتبيع يبقى انت اكيد بتشد. لا خالص. معقوله؟ مش بيقولوا طباخ السن بيدوق؟ انا كيف حاجه ثانيه خالص. بقول لك ايه؟ لو حبيت اخد منك بوطه وابيع لاصحابي عشان اعمل فرق ينفع؟ يعني عايز تطلعي كيفك ببلاش يعني؟ وماله عادي. حلو جدا. تسهر عندي بقى الليله دي ونتكلم في التفاصيل اكتر. وماله؟ هنعيشك ليله ولا شهريار؟ تمام. وانت بقى كده متجوز ولا ايه؟ لا خالص. بس كنت متجوز واحده وتفشت مني فاتجوزت اختها عرفي اللي هي اصلا متجوزه ابن عمي. صح مش هم يضحك والنبي. على روي لما كنت بعمل حكايه اجيب الجنيه من البدايه. إيديا بتحرقني عشان أنا لسه صبي. النص بتاعي قال لي كده بس قال لي بكرة إيديا هتنشف وأبقى راجل. طب خلاص بقى يا علو. أنت هتعيط ولا إيه؟ أعيط؟ عينيا لو دمعت هخزقهم. بس أنا صعبان علي نفسي. سيبني في حالي. سيبني سيبني يا خلف سيبني. اصحى كده وترد. رد يا اخويا بيزني. الو مين؟ ايوه انا راشد. مين يا عم؟ ايه يا عم هم تجار المخدرات ما بيناموش مش من الكوكب؟ اقفل يا عم. مفيش. اقفل اقفل. ايه ده؟ قفلت السكه ليه؟ مش يمكن رزقه؟ اطلبه كلمه يلا. ايه يا باشا؟ معلش هو مين معايا؟ انا اسف يا باشا ما اعرفش والله. اسف بيصحوني من النوم ببقى غلط والله. معلش يا باشا انا اسف حقك عليا. ده حبيبي حبيبي يا باشا امرني. صار لك ده ايه؟ كوكايين؟ لا بس اوجده. هو قال لك بكام؟ الجرام اللي هو كام مصري؟ عريس ودنيل 2500. لا يا باشا مفيش مشكله انا اوجده طبعا. اوجده واكلمك يا باشا. سلام سلام. عريس امسك. حاسب ايه؟ هو ايه ده يا اخويا ب 2500؟ تشارلك. تشارلك ده ايه؟ الكوكايين. وانت هتشتغل فيه؟ ليه لا؟ طب يا اخويا ما نبشبش على روحنا. ما انت معاك 140,000 زغلول. يا ولية عايزين نعمل ايه؟ نوقف بيع ونقعد ناكل ونشرب بيهم لحد ما يخلصوا وبعد كده نقعد ننطب؟ لا تنضف. تبان عليك النعمة. تغير العده المعفنه دي. الله امال عايز تعمل ايه؟ عايز اجمع قرشين كده على بعضيهم. خلاص بقى اجمع قرشين على بعضيهم كده يبقى معانا مبلغ نعمل بيه اللي احنا عايزينه. هنشتغل في المخدرات يعني؟ ليه لا؟ يعني انا كنت عايزه اتوب. لا يعني نمشي في العدل. لو انت تهفتي تنافقك الكلام ده بيطلع منك انت. الفلوس دي تلف مخدرات ماشي تلف سلاح. نجمع مبلغ على بعضيه كده نعمل اي حاجه في خيالنا. وان شاء الله لما تلم الفلوس كده
هتعمل بيهم ايه يا سيد الرجاله؟ هقلب الدنيا على عصاديه. قلبي لا مش قادر استحمل. شوفوا ليه؟ اللي هيدور على عسلية قال. هدور عليها. هقلب الدنيا عليها. مش هخلي حتة في البلد غير لما ادور عليها فيها. وهلاقيها وانا هغلب. يبقى معايا فلوس كتير ومعارف كتير. اعرف اعمل اللي انا عايزه. Come on.
شايفة جوزك أم طارق؟ هو صحي؟ صحي بس باين عليه دافي شوي. خد 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 خلاص خلاص خد. هي روحي أنا أنت سخن يا حبيبي. ده حتى وشه في حرارة. إيه عملت له كراوية ولا إيه؟ عملت له كراوية. تعالى يا رحمة مامي تعالى. تعالى يا رحمة مامي. يلا خدي. يلا حياتي. ما يبقاش قلبك خفيف يا جدو. لازم ناخده عند الدكتور يا طارق. حاضر يا حبيبتي، بكره اول حاجه نعملها ناخده عند الدكتور. لا بكره ايه حبيبتي، انا مش فاضي النهارده خالص. خلاص هروح بتاكسي. خلاص خليك انت، انا هفضي له وقت واخده واديه للدكتور حبيبي. دلعه ايوه دلعه. ما كنتش بتدلعه انا كده يعني. الكراوي انت ما كانش ينفع تدلع، انت كنت كشر وانت صغير. ايه اتولي انا اللي هروح معاه عشان انا عايزه اجيب له حاجات كتير في عيد ميلاده. انا روحي معاه. ايه هو كحه فين القديم عجبه؟ لا انا اللي هروح معاه، بس مش هناخد تاكسي. خلاص يا ستي انا هروح الشغل بالعربيه وابعت لكم العربيه مع اي سواق يوديكم. حلو قوي، يبقى انا بقى هقعد اعلق زينه عيد الميلاد. أيوة. كل سنه وانت طيب يا زغنن. تعالى بقى تعالى، ما انت هتروحي معايا زينه، انا شبع منه يعني. ايه ودي شفت وادي يستاهل الدلع مش انت؟ فكره ما حدش كرني بيه لغايه ما انت ظهرتي. لا حرام عليك يا بابا شاهين. والله النفس الحلوه ليها الجنه. اتبقى خد يا ستي. ها ايوه بصي السيده اللي عملته وسط البالونات الحلوه. هو انت بعت مين كل ده عشان شاهين سواق جديد؟ طيب احنا طالعين اهو. يلا سلام يا روحي. ايه يا حبيبي هو لسه سخن؟ مش زي الصبح، بس برضه ناخده عند الدكتور عشان بالليل ما يسخنش. طب يلا السواق واقف بره. يلا بينا. ايه ده انا نسيت شنطتي، هطلع اجيبها واجي. انت عايزه شنطتك بس في ايه دلوقتي؟ ما هو طارق عارف ان انت معايا، لو رنلك وما رديتيش عليه هيتصل بيكي على موبايلي. يلا نلحق الدكتور. فيها التليفون وفيها المحفظه يا حبيبتي. يلا ماشي يلا بينا. يلا يلا يا روحي، انا هنروح مشوار. يلا يا بنتي وقفتي ليه؟ يلا يلا هتاخدنا مدار الحبشي. عارفه؟ عارفه يا فندم عارفه. انت اسمك ايه؟ عبد العزيز يا فندم. رشد اللي انا هعرفك عليه دلوقتي هو ده الديل اللي بيجيب لي هيروين بقاله كتير قوي. وما تقلقيش يعني انا عارفاهم ودخلت بيتهم وناس ولاد بلد وجدعان ومش هيعملوا اي حاجه. ها طيب رشد. سمر رشد. اهلا وسهلا فتون. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا اختي اسم الله عليكي. الهاله معرفها بقالي كتير جدا واكتشفت بالصدفه انها بتعرف تجيب كوك. ده انا بقالي اكتر من سنتين داخل على الكوك ده مش عارف اجيبه لحد ما الست هانم قالت لي عليكي. يعني انتوا عايزين تعرفوا السوس عشان تديروا معاه في البيزنس؟ وماله يا حبيبتي؟ ليه بزنس؟ مش كده يا اخويا بزنس؟ شارلي بيجي من بره مصر واللي بيجيبه انا ما اقدرش اقول لكم عليه. ولا راشد مين شارلي ده؟ بعدين يا ست ما تقولناش عليه، بس انت قولي له بس في ناس عايزين ياخدوا كميه وهم هيشتغلوا فيه. خلاص اوكي. جبتها شويه يعني. خلاص يا حبيبتي مع على الرسول الا البلاغ اسم الله عليكي. اوكي انا همشي. باي باي. طب استني هجيلك يا رشد. ها رجع لك تاني. استنى ايه اللي احنا فيه ده؟
هو ده في مصر يا اخويا؟ مين دول؟ تعال بس تعال تعال. يا عبد العزيز ايه؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي عملته ده؟ وخرب بيتك. اتفضلي يا ست انزلي اركبي اي حاجه، انا مش هتحرك دلوقتي. انت هتنزلنا على كوبري ستانلي؟ يا ست انزلي خدي اي تاكس. ماشي شفتها فين؟ متاكد يا عبد العزيز شفتها بعينك؟ فين في المانيا؟ طب يا عبد العزيز ماشي 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 يا عبد العزيز، يا سلام. تعال باشا، انت بكره عندي من بدري، هيبقى في ناس كتير قوي عشان عيد ميلاد شاهين الصغير. الف مبروك يا باشا، وربنا يخليه لك وتفرح بيه. ربنا يخليك ما تاخرش. ها انا يا باشا. اتفضل. هيا امي. انا طارق. مراتك وابنك اتخطفوا. يعني ايه يعني راحوا فين؟ العياده كانت زحمه، دخلت الحمام عشان ترد على الولد، رحت اشوفها ما لقيتهاش. طيب طيب انا هستناك. استناك عبد العزيز. انت اتحركت من هنا؟ لا يا فندم، انا كنت قاعد في العربيه. ما شفتش استاذه لبنى؟ لا يا فندم، بس واضح يعني ان هي ساهتني وخرجت. مين دي اللي ساهتها؟ مرات استاذ طارق. انت بتقول ايه؟ واحده واحده يا فندم بس، وانا احكي لك على كل حاجه. انا معاكوا طول النهار، وهي من ساعه ما شافتني وهي يعني اتوترت. انا كنت بكذب نفسي بس. بتكذب نفسك؟ هو في ايه؟ قول لي في ايه؟ لقيتي حاجة يا ماما؟ شايلة محفظتك. أنا لقيت الموبايل.
ايه ده؟ دلوقتي لا مؤاخذة اديك 1,000,000 جنيه عشان تجيب لي كوكايين. تشارلي. تشارلي يا سيدي. وانا ما اعرفكش عمر اشوفك، ما تسلم وتستلم. معلش يا بابا انا اسف، ما تزعلش. ما تزعلش ليه؟ هو الحق يزعل؟ انت حوشت العمر. بص يا راشد. بص يا راشد، انا بسافر اجيب الحاجة دي من مرة مصر. فتمنى لازم يبقى معايا. انا في المرة الواحدة بجيب كيلو، والكيلو ده تمنه 1,000,000 جنيه. ومكسبه قد تمنه. وصلت؟ وصلت. بس انت كده كده بتسافر وكده كده بتجيب. هات يا عم الحاجه، ما ادتكش الفلوس ما تدينيش حاجه، اديتك الفلوس اديني حاجتي عادي يعني. ماشي، انا كده كده هجيب الحاجه وهعرف اصرفها ساعتها، لو بقى باخدها. تمام، سلام. باي. بس بقول لك ايه، المره الجايه بغير الطقم ده. سلام. باي باي. باي باي. جبتي مني كيك بقى لما بيطلع. بعدين بقى؟ بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما كنت طلعتي لي من تحت الارض، بقى لي شهرين ما وريش غيرك. انا بفكر لو ما كنتش عرفتك كان ممكن ايه اللي يحصل. انا عارفه ان انا مش هقعد معاكوا هنا كتير. انت عايزه تمشي؟ لا انا عايزه افضل معاك. اه معاكي حق، وانا نسيت اقول لك بس انا هتجوزك. انا عايزه اعيش عمري كله وانت تؤمر وانا انفذ. انا بتكذب عليا وانا ايه اللي يخليني اكتب؟ انا مفيش حاجه تستاهل تخليك تكذبي. لا طبعا. كله تمام يعني؟ ها؟ كله تمام يا باشا. انت عادي مش كده؟ ايوه يا باشا. نقول عليك بقيت قصه كبير في وقت قليل. الحمد لله. وشغلك عجب الناس في المعرض. الحمد لله. الصنعه دي مهمه قوي. مفيده بالنسبه لك. وشكلك كده حبيتها. الجدع عشان خاطر لما تخرج من هنا تفتح ورشه. حاضر يا باشا. حاضر. على فكره مش كل المساجين بيعملوا زيك كده. كمل. وقريب قوي هتسمع مني خبر كويس. شد حيلك ان شاء الله. تشكر يا باشا. شد حيلكوا يا رجاله.
شكرين يا باشا. شكرين يا باشا. ربنا يخليك. عايزين الناس كده دايما تبقى مبسوطه بشغلكم في المعرض. شكرين يا باشا. ماشي ان شاء الله يا باشا. يلا السلام عليكم. سلام عليكم. سلام. ايه يا ندم يا ندم؟ أنا مش هشوف ابني تاني. ربنا كبير يا حبيبي. بابا كلم كل اللي يعرفهم وإن شاء الله هنلاقيها. ممكن تقوليها إن ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ يا ابني ما بتتحسبش كده. أمال بتتحسب إزاي؟ إيه ده؟ إيه ده يا ابني؟ إيه ده؟ أبويا فين؟ أنا هنا طارق. هنا حبيبي. ألو هاشم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن حد يقول أنا هعمل إيه دلوقتي؟ امسك نفسك يا حبيبي. تقضى ربنا. عارف إنه قضى ربنا. بس هي عملت كده ليه؟ خلاص. خلاص يا طارق حبيبي. حصل حصل. أهم حاجة دلوقتي إن احنا نفكر ازاي نلاقيها وازاي نرجعها. هرجعها وآخد روحها قصاد اللي هي عملته فيا. طب اطلع ريح حبيبي فوق شوية. اهدى طارق. اهدى حبيبي ما تعملش في نفسك. غلاوتك معايا ده اللي بالغ لما رجعه. مش هنشوف شاهين تاني يا حاج. مش هشوف ابني تاني. هشوفه. هجيبها وهشوفه. رايح فين؟ سيبيه. استغفر الله العظيم. ربنا يصبر قلبك يا ابني. ربنا يصبر قلبك. استر يا رب. في ايه؟ يا خبر اسود يا خبر اسود. ايه اللي حصل؟ يا خبر اسود. انت يا ست يا بنتي
انت يا ست طلعتي لي منين بس يا ست يا ست يا خبر اسود يا بنتي يا ست يا ست يا ست طلعتيني منين بس ما ترد انت كمان ست ايوه يا بهاء انا عملت حادثه يا بهاء عايزك تبعت لي عربيه اسعاف فورا انا هحملك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي بنتي يا ست يا ست يا بنتي بقالنا نص ساعة مش قادر على الهبد ده نروح البيت عندي نسمع مزيكا حلوة و نتكلم مع بعض براحتنا هنتكلم في ايه؟ حاجات كتير مثلا يعني شكل علاقتنا مش فاهمة انا وانتي لما بنبقى في مكان لوحدنا وبنقفل علينا الباب اوكي بنبقى براحتنا خالص انا كنت هفتكرك بتتكلم بجد انا فعلا بتكلم بجد ما تنسيش ان في لوحه انا شغال عليها بتاعتك ولازم تخلص ايوه بس انا بتكسف ايش كده ايه انت عارفه انك انت اسفل واحده انا عرفتها في حياتي لما بقعد قدامك وانا مش لابسه هدوم وانت قاعد بتتفرج عليا وانا ما بعملش حاجه وبترسمني يعني بتكسف انا على فكره انا برسم مبقاش شايف قدامي اصلا غير الريشه واللوحه والالوان بعتبرك كده تكوين جميل حاجه زي ورده كده جميله اللوحه دي بقى تخلص امتى على حسب التكوين اوكي يلا 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 بسرعة يا ابني يلا 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 بسرعة براحة 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 يلا 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 أنا هاجي وراكوا ها ما تردش بليز ما ينفعش يا مراد هاي يا مراد برقص رقص إيه وزفت إيه؟ أنا عملت حادثة وخبطت واحدة بالعربية إيه؟ فين؟ انا عارف بس مين يا مختار مش عارف طيب ما تقلقش ما تقلقش انا هجيلك طيب هتعمل ايه لو ماتت الوليه دي؟ ماتت ايه بس؟ انا اهو سايق ورا عربيه الاسعاف اوكي اوكي سلام انا جاي طيب في ايه؟ مراد خبط واحده بالعربيه وحالتها خطر قوي لازم اروح لها طب هاجي معاك لا لا بلاش خليك احسن سلام انا علام اللي اسمه ايهاب ده بعدين بقى معاك يا راشد مساله مش ناقصه قلق بس هي خبطه تستاهل
بالعقل كده. خد الفلوس وهبق وما رجعش تاني، هنعمل ايه؟ ولا هنعرف نجيب. وانت مالك انت، هي فلوسك؟ فلوسي وانا اللي احكم فيه. ده والله ده على اساس ان انت اللي صدت كريم والعيال وخدتهم عشان يبيعوا لك، صح؟ لا انت بس ليك عمولتك. اصل الفلوس دي البضاعه اللي انا سرقتها من انسي. والحق حبيب الله يا جوز اختي. جوز اختك؟ والله انا كنت قربت انسى. مجرد كدمات في دراعها اليمين وجرح بسيط في دماغها بسبب انها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، انا كنت مخنوق جدا. الحمد لله الحمد لله. عرفتوا توصلوا لاهلها؟ ما كانش معاها حاجه خالص ولا حتى محفظه. على فكره يا مراد، دي ام الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. اوه، انا سجلها باسم ايه دلوقتي يا مراد؟ سجلها باي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجلها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر. شو الصور دي يا طارق بيه؟ دي صور محروس مع مرتك لبنى من سنتين. دي ما اسمهاش لبنى، اسمها الحقيقة عسلية سعيد ثابت ومن بولاق. دي الوعى اللي احنا وقعناها دي يا رب. دي هي أول لما شافتني اتكهربت، بس أنا برضو غبي، كان لازم أستناها وهي خارجة من العمارة. وما استنيتهاش ليه؟ مش وقتها، المهم إنها خدت ابني، ما سابتش غير دول. لبنى عبد الرازق أحمد المنياوي. هي سعادتك كان معاها بطاقة في اسكندرية باسم زينب أحمد محمد على إنها ساقطة. زينب في اسكندرية ولبنى في المنيا. أكيد ضحكت على حد في اسكندرية وخلته يعمل لها بطاقة. زي ما ضحكت علينا هنا وخلتنا نعمل لها بطاقة على إنها ساقطة خطيب. ألو؟ أيوه يا ابني. أنا فوزي عدنان رئيس مباحث المنيا. خد الإشارة دي مني. في واحدة ست معاها طفل صغير عنده سنة. يا ريت تبلغ كل الوحدات المباحث. وأبعت لك الصور بتاعتها. يعني أنا كنت على حق. أنا كنت على حق يا طارق، وأنت اللي ما صدقتنيش. في مصيبة تاني. ليه؟ الورق اللي أنتوا عملتوه ده تزوير في أوراق رسمية. ويا ريت يا طارق بيه ما تجيبش سيرته في التحقيق نهائي. يعني إيه؟ يبقى قصدنا خير؟ نلبس جناية؟ هقتلها. هاخد شاهين منها وأقتلها. يعني طارق. تعال معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. ده انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح اختي. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش ادي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزها تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟
نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا لا هجي لك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. تعالى معايا يا مصطفى. حاضر. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. فانت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثة يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثة بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقة جدا وبكره الزحمة وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هاتي شكايتي عايزه تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا لا هجي لك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. ايه الاخبار يا بهاء؟ هتفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخة شوية بس. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. اللي حصل؟ أنا يا ستي آسف، أنا خبطتك بالعربية وبعدين أغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني.
دي سليمة فيه شوية كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع. دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام أنا بسألك على اسمك، أنت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ مش عارفة افتكر حاجة، مش فاكرة حاجة خالص، مش فاكرة. دماغي راشد بيه. اهلا يا باشا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تعمل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضلي يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هات هات هات. خد يا راشد. احنا في كومباوند، انت هتفضحنا؟ لا ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي في كده. يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح. يلا انت تعرف تركب من هنا ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا. يلا طبعا. تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا. يلا يلا الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقو شويه. اقفل يا عم مش عايزين فضايا. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاسياد لحواري، وبرضه مفيش حاجة بتحصل. أنا ماليش دعوة بيك. أنا طارق شاهين. بص يا باشا، أنا ممكن أوصل لأي حد في البلد دي تتخيله أو ما تتخيلوش. ممكن أدفع أي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. إيه ده يا طارق بيه، وركز في الكلام اللي أنت بتقوله. أنا مقدر ظروفك كويس، وأنا واقف معاك للآخر. ألو؟ أيوة معالي الباشا. أيوة يا باشا، تحت أمرك. أنا مقدر ظروفك. أيوة طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله غيرك. حاضر معليك. حاضر معليك. صلى الله. ماشي كده. اتفضل معليك. ده مساعد وزير الامن بيوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي، ارجوك ساعدني يا باشا. البت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزة عليه قضية قتل. يا نهار اسود. عارف يا باشا. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا؟ بالراحة؟ على مهلك. على مهلك. هي تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع. صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوة اي حاجة هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكم،
انا عايزه امشي من لا لا ما ينفعش تتحركي اوعي لا 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 اوعي لا 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 لو سمحتي اوعى مشوني من هنا بليز بليز خليكي ما تمشي الحركه خطر عليكي شوني تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه هيبقوا كيلو واتنين اهدى على نفسك انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش انا عايز اعزل وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري انا زهقت يا ولية زهقتي من ايه لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع طب انت عارفة ناقص تكة ونعوم في الملايين ملايين ايه؟ أنا عايزة شقة شقة وهدوم وروشانة يا ولية هتفرتكيهم ده القرش بيجيب قرش لا يا أخويا القرش بيجيب الهنا البحباحة طب أنت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة شقة مش زي دي شقة واسعة وعفش حلو وغير الدهب الصيني ده ألبس دهب أنا بقى عايز شوية حاجات إنما إيه؟ أنت ما تعوزش حاجة خالص جراية يا ولية بتكلميني كده ليه أنا شغال عندك؟ اسمع كلامي يا راجل إحنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر عايزين نقبل على وش الدنيا نعيش مع الناس الكويسين فاهم؟ ولما تقفش؟ تقفش؟ ما أنت عمال خارج داخل خارج داخل اتقفشت إمتى؟ اللي بتعمله هنا أعمله هناك ماشي نبيع الحاجة وناخد فلوسها وبعد كده انا بنتكلم انا اعدي لك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه هات الفلوس دي خد لا إله إلا الله الله يرحمك الله يرحمك يا أم صباح كانت ست طيبة وعلى نياتها بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا الله يرحمها ويحسن إليها يا رب بس عارف يا صلاح لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت بس هو وضع اكتر مني يا صلاح عشان هي خلفت منه وخدت الولد الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال غارت غارت ايوه الحمد لله بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي طارق ده مليونير واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجرة وقدرت تلف الراجل ده هو كمان لا لا مش ده قصد الكلام هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صلاح ربك هو اللي أعلم بالقلوب ربنا يسامحنا جميعا اشرب أحلام تسلم اشرب لا حول ولا قوة إلا بالله
ايه حوار ان ان اوبن ريليشن شيب ده؟ انا يعني؟ يمكن انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط. ايه رايك في اللوحه دي؟ حلوه. ده انت شايفني حلوه قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ اللي بتعجبني. تعرف ستات غيري يا مختار؟ انزلي. انتوا ليه كل واحدة فيكوا تخش عليا دخلة أنا لازم أأممك؟ إيه أأممك دي؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك. طب أنا هحطك في الحصالة بتاعتي. طول ما أنت معايا أنت بتاعي. ماشي. ازيك بقى يا جميل النهارده عامل ايه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش اي حاجه. ايه الدلع اللي انت فيه؟ وايه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعه لك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده يلا عشان ناكل بقى. عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي الكلام؟ اشتري ريحة الأكل، هاكل بعدين. قلعك بقى الختم. طب هجيب كريم وارجع تاني أقلع. وانتهي لي الدكتور بقى. حاضر. أديني جيت لك أهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ سلام. مش عايزة تاكل؟ لا مش هينفع كده. أنتِ خلاص هتخرجي من عندنا. لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجها بقى؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده. الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده. هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي ده اثر الوقعه على دماغها. ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ ازيك يا عم رضوان؟ ازيك مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله. مسلم عليك. سلم لي عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز حاجه؟ الله يسلمك. طيب يا مختار يا حبيبي وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. وانا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل. والله ببقى حامله همك في غيابك عني واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي؟ البلد كلها محلات اكل يا هو ماما. اكل الشارع ده برضو اكل؟ يا سالم تعال اخوك وصل. هو هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير. ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا وعارف انك كويس بفضل الله. بالاماره انك كنت مشغول مع مراد بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على الصف. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده عادي. طبعا مسؤوليه. نويني معلقة. طيب الله، انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه. بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا امي. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم
تصرف عليها ليه لما انت عايش بهربيت لوحدك؟ انا الحمد لله اقدر اصرف على البيت بنفسي. سالم، اوعى تكون فاكر انك كبرت عليا وهتمنعني ان انا ادي فلوس لامي. لا لا لا، هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وان هو يعني مش مخليني محتاجه حاجه. بس انا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مره. ايوه بس انا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وانا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمره وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم، انت مالكش دعوه باي حاجه انا بعملها، انت فاهم؟ مش انت اللي هتحاسبني. واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ يفرض جرى لي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه، اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك، مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا. انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. او ماي جاد، وماتت؟ ماتت ايه، حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم. يعني المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافر لسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. اي نيد ماني ارجنتلي. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي ما تدي لها تعويض، دي لها قرشين، اي حاجه، ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا لا، اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان يشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول له اصل انا مشغول، مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلا؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه يا مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. See you. أنت مش عايزة أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي. حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي. مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. اوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مرة تقدر تتكلمني؟ سوري، الفترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ هو المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت، مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. ذوقك
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا سيدي. خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا ما تقلقش. داري؟ أنا مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. أهي ساعة. كمان ساعة. لا في الطريق، في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي أنا مضطر أروح المكتب على الأقل ساعة، بس أوعدك مش هتأخر. يلا نورتي، اتفضلي. مع السلامة. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. أنتِ نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في إيه؟ إيدي بتوجعني. سلام عليكي، استنوني بس. إيه البيت ده؟ إيه ده؟ ان شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. هو انت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس، وممكن تقولي لي كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا، ومستر مراد ده راجل جنتيه جدا، وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوة برضو كده؟ حلوة دي هتجنن. طب خليكي معايا عشان ممكن ازهق، ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على نرغي مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي. اه البيت حلو جدا. ايوه يعني انت كمان. بصي كل دي الاوضة بتاعتي. بما ان الوفاة والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصة دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. مختار، انا عايزك تخلص ملف التسويق، عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين اعودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امرك. اما انت بقى يا مروه. ايوه فندم. ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه، فارجوكي عايز حاجات لطيفة مش تقليدية يعني، ورا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص، الأسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث أي جديد. ماشي؟ شكرا، اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار، أنا عايزك. ها؟ حاضر. أستاذ مختار، الشغل كله عطلان بسببك. بسببي أنا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي أنا موافق على أي حاجة تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الرأي وكده. في الرأي بس؟ مختار. ها؟ أنا عايزك. حاضر، بعدين. إيه اللي أنت لابسه ده يا مختار؟ إيه ماله؟ أنت عارف ده بكام؟ ما علينا. أنا عايزك تيجي معايا حفلة الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده. هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش شريك يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هي هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممة لازم تمشي فعلا؟ اه يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا امام. ميرسي يا مستر مختار، عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. يمين البعاد على حسابات، انا عملت لك مكالمه. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها احنا كده اجتماعنا خلص، الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي؟ شكرا، اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار، انا عايزك. ها؟ حاضر. استاذ مختار، الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا
يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس اختار. ها انا عايزك. حاضر بعدين. اه ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه ماله؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفلة الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدلة محترمة. ينفع اجي لابس صندل؟ مش هريج يا مختار. اخبار الضحية بتاعتك ايه؟ خرجت النهاردة من المستشفى وعندي موجودة في البيت يعني. لسه مش فاكرة أي حاجة؟ بس هي هتفتكر إن شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. اه خلاص مصممه لازم تمشي فعلا. اه يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. ايمان ابعدي على حسابات انا عملت لك مكالمه. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها في جروب من صحابي خدوا الخمسة جرام كلهم مرة واحدة ودول 22,500. عسل 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 عسل. انت دلوقتي بقى تعوزي اظن 5 جرام مش هينفع. 10. طب ما تخليهم 20، اديك شايف الخمسة اتباعوا في منت. نو 10. طب دلوقتي هو انت بيطلع لك كام في الجرام؟ 500 جنيه. حلو، وانت بتاخد مني الجرام ب2.5. اوكي، يعني انت بتبيعه ب3؟ What's wrong with you؟ ايه رج دي؟ يعني انت ايه مشكلتك دلوقتي يا راشد؟ يا باشا انا ما عنديش مشكلة، بص خد ادي 10 جرام، لما تبيع 5 لك اخوك والنبي لان انا باكل تراب. يلا لا اله الا الله، خد بالك من نفسك اما توصل النيلي. انت كويس؟ اه ايه؟ طب طمنين. اوكي يا راشد اتفضل. سلام. سلام يا راشد. قلت لك الوزير ما بيشربش يا ابني. يا انا كنت جعان قوي. الله يكون في عون سيادتك، اكيد بتنسى تاكل. والله يا مختار انا ما فطرت. والله يا معالي الوزير انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني الموافقه بتاع المستخلصات دي جت في وقتها، اشكرك جدا فعلا. ترى يا راجل انت، ده احنا اخوات. اه طبعا احنا اخوات يا شفيق. احنا شغلنا مظبوط يا جماعه. بس هو بس معالي الوزير بيوفر عليا موضوع الوقت عشان ما يفهموا ليش غلط يا باشا. وبعدين يعني حب عبيط لو ما استغلتش انه اعز اصدقائي وزير ولا ايه؟ عايز اقول لك انك قريب قوي مش هتحتاج تستغلني يا مراد. تحب بقى تسمع الخبر المفيد يا مراد؟ خبر ايه؟ اسمك بيتردد بقوه في الدوائر السياسيه. وده مش بدعم مني لوحدي طبعا. يعني ممكن قريب قوي نبارك لك على الحقيبه الوزاريه. سامع معالي الوزير بيقول ايه؟ يعني انا لو بقيت وزير هتبقى مدير مكتبي. هو البس لك بدله بقى واقعد على المكتب من 9 ل 5؟ اكيد لا. لا هتعمل كده. بعد اذنكم. اهي فردوس. مساء الخير يا مستر مراد. انا بجد اسفه جدا اني بزعجك دلوقتي. بس انا عايزه ابلغك ان داليا هنا مش راضيه تاكل. دي غلبتني بس عشان تغير هدومها. هو انت مش اشتريتي لي هدوم؟ لا لا ما تقلقش خالص، انا نزلت وجبت لها هدوم. بس هي عايزه تنام من غير ما تاكل. انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص يا فردوس سيبيها تنام دلوقتي، انا لما هاجي هتصرف. انا في اجتماع مهم يا فردوس. خلاص مع السلامه. عن اذنكم يا دقيقه. انت رايح فين؟ دقيقه واحده وجاي. قول يا مروان، هو ليه فيلا في الكومباوند كتير ولا لا؟ الكومباوند وصاحب الكومباوند تحت امرك يا معالي الوزير، احنا بتحاول يبعتوا لي خبر حلو زي ده، وانا هفضل لك طلب. يا شفيق. ايوه يا احمد. جبت العربية؟ 5 minutes، اوكي.
لو احمد اتاخر انا ممكن اوصلك. هو حضرتك بتشتغل سواء بعد الظهر؟ لو واحده زي القمر انا بشتغل اي حاجه. مختار ناصر. وانا مالي؟ لا وانا مالي ايه؟ انا سايب ترابيزه عليها وزير علشان اجي اتعرف عليك. شافي ايه الجمال؟ شفتك قاعد معاه. لسه مالي بايه؟ شهيرة القاضي. رايحة فين؟ مش هتقدري تمشي دلوقتي. ليه بقى؟ أولا أحمد لسه ما جاش. ثانيا شكلك بنت محترمة وبتفهم في الأصول، ما يصحش واحد وقاعد بيتكلم معاكي ما بيعملش حاجة غلط تسيبيه وتمشي. أحمد متصل. أي أحمد وصلت. خارجة حالي. استني، انا لو عايز اشوفك تاني او العكس هنعمل ايه؟ لا ما اظنش هينفع. تليفونك؟ وهمشي.
امر ما عليك يا سعاده الباشا. اتفضل يا فندم، اتفضل. بالهنا يا باشا. ازيك يا علي، عامل ايه؟ الحمد لله. انت متجوز مش كده علي؟ ايوه يا باشا. عندك اولاد؟ خير يا باشا، هو في حاجه حصلت؟ مبروك يا علي، بكره هتخرج لمراتك وربنا يكرمك باولاد. انا مش فاهم حاجه يا باشا. انت هتخرج في عفو ثوره يوليو، انت مش قضيت اكتر من نص المده؟ حصل يا باشا، ثوره يوليو اللي هو ده الشهر اللي جاي. اه يعني انا خلاص هخرج واشوف الدنيا. في شويه اجراءات بتتم، سميها برنامج تاهيلي، يعني ان شاء الله كده بعد شهرين. انا رشحتك للعفو ده بعد ما اتاكدت ان انت بقيت راجل رياضي ونزلت كرشك وبقيت صناعي قد الدنيا. عايزك لما تخرج من هنا اشتغل بالصنعه اللي انت اتعلمتها، الصنعه اللي انت اتعلمتها، تاكل مراها الشهد، تستقيم ومبطل شقاوه. حاضر يا باشا. شقاوتي يا باشا؟ ده احنا على باب الله. مش عايز اشوفك هنا تاني. والله ولا انا يا باشا. مش القصد، يعني انا ممكن اجي بس عشان اسلم عليك. ولا عايزك تيجي تسلم عليك. حاضر يا باشا. حاضر. انا مش فاهم اي حاجه من السايكايترست ده يا بهاء. يعني ايه مش فاهم؟ هتفتكر انت؟ الدكتور يقصد ان المرجعيه الطبيه للحالات اللي زي دي قليله جدا، وبالتالي مفيش اي معايير محدده نقدر نتوقع بيها تطور الحاله. يعني ايه؟ انا هفضل كده مش فاكره حاجه عن نفسي؟ انتوا لازم تلاقوا لي حل، ما هو اكيد في علاج. قول له يخليني افتكر تاني، ما انا مش عارف اعيش حياتي كده. عايز افتكر حاجه يا دكتور. شرفت حيبنا والقدير بزيادة، وجيت على الباب وراك لحباب بزيادة. اسمع لي، وعندك ناس بزيادة، طالع من السجن وزايد مترتلي وزيادة. قطع السجن ده يلا. ألف مبروك عبد الله. مبروك يا حلو. عقبالكم. يلا إن شاء الله فرح أكون اسمك. ألف ألف حمد لله على انت كل حاجه في حياتك غريبه كده. شو نعم يعني
بيتك، سرير الغابة اللي انت نايم عليه ده. تحب تجربي؟ لا اخاف اقع. ما انتي وقعتي واللي كان كده. انت عارف اول مرة شفتك من شهر قررت ما اعملش كده، وانا اول مرة شفتك قررت اني لازم اعمل كده. انا مش قادرة اصدق ان انا في بيتك. يا ترى انت بتقول عليا ايه؟ نفس اللي قلت عليكي اول ما شفتك، ست جميلة قوي وعجباني قوي. انت تعرف ستات غيري كتير صح؟ مش كتير. بصي انا ممكن ارتبط بواحده بس، وممكن كمان اتجوزها، بس لازم اكون حاسس اني عايز اعمل. فهمتي؟ ودلوقتي حاسس بايه؟ دلوقتي انا حاسس اني جعان. مبروك يا حبيبي. كفارة علو. ألف مبروك يا حبيبي. يبارك فيك يا اسطى. شكرا. اللص بتاعك. مبروك يا علو. مبروك يا علي يا جامد. ألف ألف مبروك. يبارك فيك. عم خضيته. إيه؟ مال؟ خلف. اللي حاسس بيه ده غريب أوي. حاسس بإيه؟ حاسس اني خايف اخرج من هنا يا راجل. وانا اصدق بقى؟ انت مش مصدقني؟ طبعا. كان في خناقه جوه دماغي. طب وعلى ايه الخناقه دي كلها؟ على اللي هعمله بره. اه فهمت. يعني تخرج علي روي ولا اللوسط علي؟ طب يا ترى بقى تخلص عليه الخناقه دي؟ مش فاهم. يعني انت عايز ايه؟ عايز ارجع زي زمان. علي روي. وفي نفس الوقت خايف ارجع للسجن. كل اللي ليا بره ولاد كلب شياطين اتغيروا، وانا برضو اتغيرت. ويا ترى اتغيرت بقيت ايه؟ بقيت بخاف. طب ما ده حلو. منخاف سلم يا علو، منخاف سلم. هي كده، خاف سلام. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا يا معواد، سموا ادخلوا برجلكم اليمين. اتفضلوا اتفضلوا. هنا المطبخ ومفروش وسوبر لوكس يا مدام. اما هنا الحمام وبرده سوبر لوكس يا مدام، وتحت في اتنين حمام. اتفضلي يا مدام اتفضلي. اما هنا في الدور التاني تلات اوض ما شاء الله، كبار شرحين وبرحين، هواهم يرد الروح. اما بقيت الشقه يا مدام زي ما انت شايفه ما شاء الله كل حاجه فيها، مش محتاجه اي حاجه. واهم من ده كله ربنا يجعلها عليكم ادم خير، فيها كمان دفايه ما شاء الله يا مدام، مش هتحتاجوا فيها باذن الله حاجه. ها قلت ايه يا مدام؟ حلوه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حلوه قوي والله. بس قول لي يا اخويا، هو ال 6000 جنيه دول ما يتهزوش شوية؟ لا يا مدام ماليش فيه، صاحبها وعاوز كده. طب خلاص ماشي. عادل بيه تأمرني بأي خدمة تاني؟ تأمرني بأي خدمة تاني؟
لا ما تحرمش. شكرا. في القهوه ب100. ها؟ في القهوه ب100. اهو بالمره استناكم بره وتكونوا خدتوا راحتكم في الشقه. بقول لك ايه؟ ما تيجي معايا نروح عند الكوافير تعمل شعرك كرياتين زيي عشان تليق على الشقه. يا عادل بيه. عادل فكر شحاته. وانت كمان لازم تفكري ليك في اسم كده، نغم، ندم، اي حاجه. وانا اعمل كده ليه؟ هربانه من اعدام ولا هربانه من اعدام؟ يا وليا يا واطيه. ايه ده؟ ما مأجرين شقه الخيل؟ ايه كل ده؟ ها ايه الاخبار النهارده؟ انا كلمت دكتور بهاء وقال لي ان ايدي خلاص بقيت زي الفل وممكن كمان نوقف المره. طب ايه رايك اعمل لك بقى ساندوتش؟ انت بقالك يومين ما اكلتيش ساندوتش واحد بس. طب بلاش ساندوتش، نشرب عصير. معلش انا بحس ان عايزه اشرب عشان مفيش نفسي دلوقتي. طب قولي لي، طيب انت ايه اللي مزعلك؟ خايفة من ايه؟ ما اعرفش والله ما اعرف. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي وايه اللي ممكن يحصل لي. حاسة اني تايهة. طب احكي لي، فضفضي لي، احتمال ترتاحي. ما اعرفش، انا في حاجة غالية ضاعت مني وقلبي بيوجعني عليها. ايه هي الحاجة دي؟ احكي لي عليه. مش عارف والله ما اعرف. طب بصي بقى، مراد بيه اللي انت قاعدة عنده في البيت ده راجل طيب جدا 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 وغني قوي كمان، وهو يعرف ناس مهمين قوي في البلد واصحابه كتير جدا ومهمين. يعني انت لو عندك اي مشكلة مهما كانت كبيرة قوليها له وهو هيحلها لك بمكالمة تليفون واحدة. ما اعتقدش الحالة اللي انا فيها حد يقدر يحلها. انا زي اللي كان طاير في السماء وفجأة وقع على الارض. مش عارف وقع ليه ولا عارف يطير تاني. انت كده حيرتيني معاكي، انا مش فاهمة منك حاجة. طب بصي بقى، انا لازم اقوم دلوقتي. انت لو عاوزتي اي حاجه اي حاجه ناديلي بس. السلام عليكي. هادي يا ستي الشركة، احنا كده وصلنا. وصلنا هي دي؟ اتفضلي. Thank you.
الله انت هنا اهو، تعمل ايه في ورقه يا ولد؟ صباح الخير يا مستر مراد. داليا ده سعد السكرتير بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ داليا، منوره يا فندم. شكرا. مختار فين امال؟ والله يا فندم لسه ما وصلش. طيب هاتوا لي انا قهوه وهاتوا لدالي عصير برتقال. اوكي حاضر. لا انا عايزه شاي بلبن. شاي بلبن؟ حاضر. ايوه انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ اه لسه نايم. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج بلان؟ اه خلصتها، سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركة ولا ايه؟ جاي الشركة ليه بقى؟ ما عندنا شغل يا بني ادم. عارف انك تبي زي القمر اول ما تصحي. ايوه بتكلم مين؟ مين شكله زي القمر؟ لا لا مش انت. الحفي عملت نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. وما تنساش ميعاد الساعه 9 ميعاد الحفله. لا مش فاكر انهي حفله. حفله سياده الوزير يا بني ادم. ماشي. اه سلام. اختار ده ابني التالت اللي انا ما خلفتوش. تالت؟ هو انت عندك ولاد؟ اه انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت اسمها ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله عيلة حلوة. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفة انا مشغول طول الوقت وهم كل واحد ملهي في حياته. معلش. تعال يا سعد. ده الملف الخاص بخطة التسويق. سابوه لك امبارح مستر مختار قبل ما يمشي. طيب. أنا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص أرض العين السخنة، جهزته؟ ولا نسيته؟ أنا آسف يا فندم. بس بصراحة بعد ما أمان ما مشيت وسابت الشغل، يا فندم بقيت مش ملاح. يا فندم بقالها شهر خلاص شهر خلاص وأنا خلاص خلاص يا سعد خلاص، روح خلص الملف. خلاص. عن إذنك. طب ما انا استلم هنا وابقى السكرتيره وساعد سعد. وانت هتقدري؟ اه اقدر. اقدرش ليه؟ اقدر بس انا مش عارف حتى انت خريجه ايه، اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكره حاجه ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي انا موافق بجد. بكره هتيجي معايا حفله وهيبقى ده اول ظهور رسمي ليكي كسكرتيره خاصه ليا، ايه رايك؟ حفله؟ بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده. انا ما عنديش غير كم حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا، انا يعني هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد، ايه رايك؟ ماشي موافقه. شكرا قوي. تمام. هتقولي بقى ايه موضوع الحفلة اللي انت كنت ناسي تروحها دي؟ حفلة عاملها الوزير شفيق جمل ومراد مصمم ان انا اروح. مراد ده صاحب الشركة؟ اه بس انا يعني مش بشتغل عنده، هو صاحبي. ده صغير بقى.
لا هو كان صاحب والدي الله يرحمه، وزي ما تقولي كده بنيه. طيب مش هتقولي بقى حكاية المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ المكان ده حكايته حلوة. كنت معدي من جنب الأرض دي، عجبتني جدا فأقنعت صاحبها إن هو يبيعها لي، ومن ساعتها بقى وأنا كل شوية أبني حتة من البيت، أوضة أوضتين كده يعني، لغاية لما بقى زي ما أنت شايفة كده، على أمل إن أنا أجيب أمي وأخويا. بس طبعا مش كل حاجة نفسك فيها بتعرف تحققها. وإيه اللي منعك؟ ما تجيبهم يا شماك. لا موضوع يطول شرحه. الساعة كام؟ أنا لازم أنزل كمان ساعة. أنا بقول نستثمر الساعة دي في إن أنا وإنتي نتعرف على بعض أكتر شوية. لا أخاف. تخافي؟ ما انت ما خفتيش امبارح يا اصل. بصراحه انت غير اي حد انا عرفته قبل كده، انت بجد مختلف. ما الناس كلها مختلفه. انا مختلف ازاي؟ اقول لك. مين بقى اللي انت رايح معاه النهارده الحفله؟ واحده مختلفه خالص عنك. عرفتي منين ان انا رايح الحفله مع حد اصلا؟ انت لو رايح لوحدك اكيد هتقولي تعالي معايا. احتمال بس مش اكيد. اسمها ايه؟ نجوى. والله اوصفها لي. مختلفة عنك تماما. شفت بقى، ضيعتي 10 دقايق، فاضل 50 دقيقة، ولغاية دلوقتي أنا وإنتي أسامي بس. أنت بتضحكني. طب أعمل إيه؟ أعيط؟ Thank you.
Thank you, Yasmin, for all the efforts you've been doing throughout the period. Please don't mention it. It's been my great pleasure working with you. Anyway, tell me, so how long have you been speaking the language? How long? Actually, as you know, I still can't remember anything about my past. I understand. But it seems I've been speaking this long time ago. All right. طبعا الفضل يرجع لك. يا سلام. ايه التطور الرهيب ده؟ ياسمين ازيك؟ Hi, how are you? I'm fine. How's your student? Oh, she's brilliant. بجد هايلة. Great, great. I'm proud of her. Yes, we all are. طبعا ما كنتش عارف الكلام ده من غير ياسمين. ابدا، على فكره انا بقالي سنين ما شفتش حد عنده قدره الاستيعاب اللي عندك. ميرسي. Anyway, we're done for today. Thank you, Dalia. So, we'll chit-chat later on and I'll excuse myself. All right. Okay. Thank you, Yasmin. Thank you, Yasmin. Thank you. Bye. عجبتك؟ عجبتيني؟ جدا جدا جدا. ميرسي. على فكره انا مسافر باريس بعد كام يوم كده. اجي معاك. بصي، والله انا فكرت اخدك معايا بس فجاه افتكرت انتي لا عندك لا باسبور ولا حتى بطاقه. ازاي نسيت المصيبه اللي انا فيها؟ انا ما كانش قصدي ازعلك. لا انا ما زعلتش، انا بس افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت اني تايهه بين دنيتين، اللي فات ومش فاكراه ومش عارفه اوصل له، واللي انا فيه دلوقتي وبرضه مش عارفه اعيشه. لا 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 لا، انت مش لازم تفكري بالطريقه دي خالص. انا مراد الجرحي، اقدر اعمل حاجات كتيره جدا. يلا قومي جهزي عشان نروح للشركه. يلا. كده يبقى اتفقنا ومش فاضل غير امضة مراد بيه. زمان وصل. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ ممكن طبعا. هو انت مرتبط؟ يعني ايه مرتبط؟ يعني مرتبط يعني في واحدة في حياتك؟ في كذا واحدة في حياتي بس أنا مش مرتبط. يعني إيه؟ مش فاهم. أنا بكل وضوح وصراحة بعمل علاقات لأسباب مختلفة. في واحدة بعرفها علشان ذكية، بتفهم؟ في واحدة بعرفها علشان مثقفة. في واحدة بعرفها عشان اسمها حلو. في واحدة تانية بعرفها علشان دمها خفيف كده يعني. وعلى كده بقى أنت تعرف كام واحدة؟ هو أنا لازم أعدهم؟ تهيألي يعني المفروض تعرف ارتبطت قد إيه؟ أعد ليه؟ هو أنت بجد عمرك ما قابلت واحدة وحبيتها؟ أنا عمري ما عرفت واحدة في حياتي إلا وحبيتها بصراحة. ها ها ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ نعمل علاقة. علاقة ايه وابقى واحدة من الحريم بتوعك دول؟ انا مش فاهمة انت بتتكلم ازاي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش قادرة استوعب بصراحة، يعني حاجة غريبة.
يعني هو حضرتك بقى جايبني من المنيا عشان اجاوب تاني على نفس الاسئله اللي جاوبت عليها 100 مره قبل كده؟ ايوه يا استاذ طارق. عسل ايدي محكوم عليها ب 10 سنين سنه سجن غيابي ومتهمه في 3 قواضي نصب واحتيال وتعدد ازواج وسرقه. دي السرقه دي اللي هي سرقه ذهب فلوس يا باشا ولا هي سرقه حد تاني؟ ايوه محروس، مش انت عامل لها محضر سرقه؟ اه. طب هو ده المحضر. علي عبد التواب اسماعيل خرج النهارده من السجن، ده المفروض جوز اخت عسليه. لما تعددت الاتهامات حوالين عسليه احنا دورنا عليها هي واختها وللاسف ما لقيناهمش، بس اعتقد علي ده خط كويس ان هو يوصلنا ليهم. حضرتك تقصد ان ممكن عسليه واختها يبقوا على اتصال بيه؟ ممكن طبعا، المساجين بيتكلموا في السجن عادي واحنا كده كده مراقبين علي. يعني انتوا يا باشا راقبتوا المكالمات بتاعت علي دي جوه السجن؟ لا طبعا، لان الاتصالات دي بتبقى غير رسميه واحنا مالناش سيطره عليها. احنا اللي حضرتك بتقوله ده مجرد احتمال. اكيد. بص يا استاذ طارق، كده كده انت متوصي عليك، والتوصيه دي مكلفاني ان انا اطمنك واقول لك ان القضيه لسه شغاله وما اتقفلتش، واحنا شغالين عليها وبنحاول نوصل لعسليه. طب يا باشا الاستاذ طارق في ناس موصيه عليه، انا محدش موصي عليا، وبقالي سنتين ونص بيتي مخروب، وانتوا لسه ما لقيتوهاش، اعمل ايه؟ استاذ محروس، البلد اللي احنا فيها دي كبيره قوي وزحمه قوي، وزي ما عسليه قدرت تعمل كده في اسكندريه وفي المنيا، اكيد وصلت لناس تانيه دلوقتي وبتعمل معاهم نفس اللي حصل معاكم انتوا الاثنين. احنا دلوقتي بنتابع علي وبنتمنى ان احنا نوصل لحاجه. الموضوع متوقف لان يحصل لها حادثه يحصل اي حاجه توصلنا ليها. الموضوع في الاخر يا جماعه مبني على المصادفه. انا اسف ان انا صريح معاكم. يعني ايه؟ مفيش اي حاجه في ايدينا نعملها؟ ده يا فندم شيك اخر دفعه للمقاول هام الوجهات ب 20 مليون جنيه. ده بقى يا فندم شيك الدفعة مقدمة لشركة سيارة ب 10 مليون جنيه. طيب اتفضل. خلي الأستاذ عبد الحميد يكلم البنك ويسأل على الشيك بتاع عمل المقصة دوت واقف. أوكي. وخليه يرد عليا النهاردة. حاضر يا فندم. تقوم بحاجة تانية؟ اتفضل يا فندم. أنا طلعت زيك. أنا كويس. بص انا عايز منك دولارات. دي مليون على الاقل. لا ما الحساب الدولاري فاضي. انت هتتصرف بقى يا طلعت. يا سيدي خد الكوميشن اللي انت عايزها، المهم الفلوس دي تكون عندي انا الاسبوع اللي جاي بكتير. ها؟ ميرسي يا طلعت، شكرا، تحياتي. ايه مالك؟ ولا حاجه، مركزه معاك. عندك فلوس كتير ما شاء الله، بقالي ساعة بسمع 10 مليون و20. هو انت معاك كام؟ طب انت متخيلة ممكن يبقى معايا قد ايه فلوس يعني؟ انا ما اعرفش، 100 مليون مثلا؟ نعم، اكتر من كده شوية، شويتين ثلاثة كمان. طيب انا عايز اسألك سؤال، هي الفلوس دي مخليك مبسوط؟ ده سؤال صعب جدا يا طارق. بصي انا اتولدت غني. الشركه دي ورثتها عن ابويا، كبرتها. بس انا عمري ما حسيت ان انا كنت محتاج الفلوس يعني. بس برضه ما جاوبتش على السؤال. مخليك انت يعني كشخص من جواك مبسوط؟ معرفش. أنا كل اللي أنا أعرفه إني مفيش أي حاجة شخصية كده بعملها لنفسي مخلياني سعيد. يعني أنت مثلا لو معاكي فلوس ممكن تبقي سعيدة؟ أنا كمان معرفش، لأني أصلا مش فاكرة إذا كنت غنية ولا فقيرة. برضه مش عارفة أجاوب على السؤال ده. طب تعالي نجرب حاجة. اطلبي مني أي حاجة، أي حاجة مهما كان تمنها وأنا هنفذها لك. تعالي نشوف هتبقي سعيدة ولا لا. نفسي فيه.
نفسي اعيش عيشه ابقى مطمنه ان لو في يوم من الايام صحيت من اللي انا فيه ما تروحش مني. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده ايه القبعه دي كلها؟ البدله دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت الساده باكوين هتتعاكس يا سيد المعلمين. استلميني بقى، مش انت اللي قلت نستخبى في النظافه؟ وانا بصراحه عجبتني النظافه. شايفه الجزمه دي 600 جنيه، بتعامل مع واحده من اللي بتعامل معاهم، واحده نظيفه، لقيت للراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون 600 جنيه 600 جنيه الجزمة يا معلم يا ابو الجزم يا جامد جبت البطاقة؟ اه بطاقة، حلاوة البطاقة وجمال البطاقة. بصي قولين يا اخويا دي صورتك عادل فكري شحاتة. اه اللهم صل على النبي. ودي سليمة بقى ولا مضروب؟ لا سليمة بس ملهاش ملف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهادة ميلاد اسمه عادل فكر شحاتة، ملهاش أصل. طب خد، وبالقبها دي كلها رايحة عند مين؟ عند إيهاب؟ طبعا، عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك إيه يا أخويا؟ آه استنى ألبس هدومي وأجي معاك، عايز أشم هوا. تيجي معايا فين؟ هو راح القناطر؟ قناطر إيه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ اتسنكح، اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ اه انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز اتسيع 24 ساعه. بقول لك ايه؟ ها؟ جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك. يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصة سعيدة. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا ناي. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا انا والدي. اه طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامة يا اخوي. اتفضلي. سلام عليكم. والله ما عارف نقول لك يا طارق مين. أنا بقالي سنتين ونص مخبوط على دماغي. ساعة ما زينب سابتني وهربت، تخيل خدت كل اللي حيلتي. شقى 10 سنين والله العظيم. لما أبويا وأمي قابلوها في الشارع في المنيا كان مسروق منها شنطة. قالت إن الشنطة دي كان فيها كل الورق والفلوس بتاعها. قالت لنا البيت من غير ولا مليم. يعني فلوسي وذهبي اللي هي سرقتهم راحوا كده في الهوا؟ خدت منك يا محروس الفلوس والذهب. ايه يعني خدت منك فلوس وذهب؟ انا خدت مني ابني. انا لو ما لقيتهاش مش هشوف ابني تاني. طيب يا طارق بنت، تفتكر الكلام اللي قاله الضابط ده بتاع جوز اختها هو ممكن فعلا يوصل الشرطه ليها؟ معرفش، كل اللي انا اعرفه ان استحاله اسيب ابني يضيع، وعشان كده محروس انا اتربى قبلك. عشان ايه؟ ما فهمتش. بص يا محروس، أنا عايزك تحاول تفتكر كل حاجة كانت بتحصل بينك وبينها، كل كلمة كانت بتقولها لك. يمكن لما نقعد أنا وأنت كده نحاول نوصل لحاجة. أنا ما نسيتش حاجة عشان افتكرني يا طارق بيه. أنا شايف كل حاجة بتحصل قدام عيني. زينب
بس برضه هي كانت بحالات، كانتش موزونة. يعني تعيط شوية، ترقص شوية، تضحك، تسرح. كنتش فاهم لها، وكانت مربية حرباية. شفتها الخضرة دي، شفتها الحرباية دي. بس عارف يا طارق بيه، والله يا اخي مش عارف هتصدقني ولا لا، رغم كل اللي عملته زينب معايا، بس هي ما كانتش وحشه. انا برضو كبير وبنفهم في البني ادمين. زينب كان جواها حته طيبه. طب بتخرب بتقول ايه؟ اللي انت بتتكلم عليها دي خدت مني ابني، خدت مني شاهين، اكتر حاجه كانت بتبسطني في دنيتي. عروسه احنا بتضحك علينا. انا لما جيت اتجوزها كانت بنت بنوت. ازاي؟ ده انا متجوزها بنت بنوت. كانت بتعمل ايه دي؟ ما تقلقش يا طارق بيه، ان شاء الله ابنك هيرجع لك. لو وقعت فيكي، بس والله العظيم كان جواها حاجة كويسة. أنا مش صغير يا طارق بيه. لبنى عمرها ما كان جواها حاجة كويسة. ما اسمهاش لبنى. دي بقى أنت تروح البيت تفك كعبها، وكل سنة وأنت طيب. طيب يا باشا، حرمش من هداياك يا باشا. حبيبي. عملت لي إيه بقى في الحوار التاني؟ ما ينفعش يا راشد. راشد تاني، ما قلنا عادل. اللي انت طلبته ده بلدي قوي. بس افتكر دي فكره جديده يا بوبو، ممكن تعدي عادي. 5 كيلو كوكايين يعني اكتر من 5 مليون جنيه. مجازفة انهم يجوا على مره واحده. ده اولا. ثانيا دي الكبير زي ده لازم البوب الكبير يعرف التفاصيل بتاعته. يعني راس الكبيره ومال؟ قول له ان انا عارف كل حاجه والتفاصيل كلها عندي. ماشي تمام يا راشد. راشد تاني؟ سوري. يا عادل بيه. ماشي يا باشا، وقول له على الأقل من مهله، وأنا مش مستعجل. معلش ازيك يا علي؟ ازيك انتي؟ معلش يا محمد انزل تحت شوية. كفارة. كنت خايفة تقابليني ولا ايه؟ خايفة؟ وهخاف من ايه بقى يا علي؟ هو انت بقيت بتخوف دلوقتي؟ يعني كل ما بكلمك تزوغي مني وتقولي لي جوزي ما اعرفش ايه. ما انا بصراحه يا علي متجوزه راجل محترم، رجل اعمال ومتدين، مش عايزه اخسره. ده واضح. ومحمد ده مش هيقول له؟ لا ما تقلقش، محمد ده بتاعي. الله خير يا علي.
المفتون فين يا غنوم؟ تاني يا علي؟ هو انت مش سألتني عنها في التليفون وقلت لك اني معرفش حاجة عن فتون؟ صدقني يا علي انا والله معرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سنتين من وقت ما زورتك في السجن. بصراحة كده مش عايزة اعرف حاجة عنها تاني خالص. انا عايشة حياة كويسة يا علي وعايزة احافظ على حياتي دي. ممكن؟ ممكن. لو عايز الاقي فتون اعمل ايه؟ وبعدين بقى ما اعرفش ومليش دعوه. دور على فتون بعيد عني يا علي. سلام يا غنى. محمد اطلع يلا. أهلاً أهلاً أهلاً. صاحي؟ أنا ما نمتش أصلاً. أنا هيدوب ريحت نص ساعة كده خد شاور عشان أعرف أنزل. الروايح الحلوة دي. تفضلي. أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. طلبي. ينفع ما تخرجش النهاردة وتقعد معايا؟ بس أنت بتيت معايا بين أصحابي. ماشي أوكي خلاص. انا بس كنت عايزة يعني نقعد نتكلم شوية. نتكلم في ايه؟ نتكلم في اي حاجة بس يعني نقعد نتكلم متخرجش يعني. طيب انا وعدك مش هتأخر. اوكي ماشي انجوي. كنت نعمل لي جاكيت بحضرتك. بس بقى مش هنام بقى وهستناك. اه طبعا. ماشي؟ اورايت. باي. مش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني انت حد مهم قوي وانا واحدة دخلت حياتك صدفة. اصلا انا مش فاكرة
مش فاكرة أي أب ليا ولا فاكرة أي أخ ولا عم. وبعدين أنا ممكن شوية وأمشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دلال، أنا خلاص تعودت أشوف جنبي يعني. أكيد أنا دلوقتي صعبانة عليك وبعد شوية. لا لا لا، ده كان في الأول، إنما دلوقتي أنا مش هسيبك الليلة دي. بصي أنا عايزك تروح تغير هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكم مستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي يا مراتي، خلاص أنا هغير وأرجع بسرعة. طيب. ستات. على فكرة من الطبيعي جدا ان انا ابقى قاعد لوحدي. بس انت وحشني، عايز اقعد معاك. نجوى ينفع اقف هنا انزلك عشان تروحي؟ بشوفك بكره. عايز اخد لفه واشرب درينك واسمع مزيكا، مش في المود خالص بصراحه. وانا مش فاضيه اليومين الجايين، وعايز اقعد معاك. ممكن اعزمك في مكان حلو نقعد نتعشى وبعدين اعمل اللي انت عايزه. مش هروح حتى بيت معاك. اوكي؟ ماشي. عشر سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد عدنا مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا وانا تعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانية اتعذب وبتاع، فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. مش عارف نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده ايه؟ وكان سلم صدقني. ايه الصدفه الجميله دي؟ انا هاي مختار. اتفضلوا جانس. اتفضل خاطر. ما قلتليش يعني ان مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلت لي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت المعاد بتاع نعمان بيه. قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انت ما عندكش مانع طبعا. لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التور يونتس وطبعا انت ما ردتش. لا ما ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش انا كنت عامل التليفون على سايلنت فما سمعتوش. بس امبارح وانا بقيت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت فما اخدناش بالنا غير اما صحينا من مالهم التو يونتس؟ إدارة البنك عايزة تغير بند من بنود العقد. اوكي. أكلمهم بكرة وأشوف عايزين إيه. لا خلاص خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل أنا على فكرة يا داليا أنا برسم لك لوحة. ترسم لي أنا؟ بجد؟ بقول لك إيه؟ أنت فنان على راسي وعيني. بس أنا بحذرك خليك بعيد عن داليا.
هو انا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكره مختار رسام فظيع، لسه عاملي روحه وانا ميوت، كانت تحفه. ميوت؟ من خيالي. تشيرز. تشيرز. هلا روي. تعالى هنا. فعلا في ستات زينك وده كتير، بس هي دمها خفيف. دي ما بتتكسفش خالص، دمها تقيل وقلت الادب قوي. سوري يا فندم، حضرتك تسكتي كده؟ لحظة. بصي انا مختار ده، شفت معاه ستات اشكال والوان كذا مرة امبارح، تلمح ان هما كانوا مع بعض في حاجة عيب وهو اتكسف. لا 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 لا، مختار الكذف انت ما تعرفيهوش، هو بس عشان انت كنت قاعدة فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مراد في يا مراد؟ انا مش مراد. نفس الحقوني مراد. ما جيتش ليه يا ابني؟ يعني ايه ما ردتش؟ يعني ايه ترددك يا مو؟ طب قفلت التليفون ليه؟ يا عم رد عليا لما اكلمك. الحال يا مو بليز، الحال يبقى قعداني في البيت وحبساني مش عايزه تنزلني. ابني دي حجزت لنا التذاكر على لندن وعايزه تسفرني تعدي هناك 3 اشهر وتعالج. بليز يا مو عايز اشوفك. يا ابو حجزت لي تذاكر يا معلم وهتسفرني لندن. والنبي يا ابو تعالى تعالى، والله انت لو جيت تاني هي هتدخلك، مش منطقي يعني ان هي تطردك مرتين. بليز يا ابو تعالى الحقني، انا محتاج اشوفك. بليز يا ابو تعالى. الو يا ابو، ابو اه
لو سمحت هو مراد بيه فين؟ اخر الطريق. ما قلبي يا حد، انا خايفه اموت يا مختار. هو فين؟ هناك في الاوضه جوه.